أعلنت شركة جينيل إنرجي لإنتاج النفط عن خفض مستوى إنتاجها في إقليم كردستان بسبب تأخر تسليمها مستحقاتها المالية، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسهم الشركة في بورصة لندن بنسبة 13%. هذا وتوقعت جينيل إنرجي أن يصل انخفاض عائداتها في العام الحالي إلى 200 مليون دولار، مما اضطرها إلى تقليص إنتاجها النفطي من 85 ألف برميل إلى 60 ألف برميل يومياً. توقع البنك الدولي ارتفاع معدلات النمو في العراق خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 3% وفق المعلومات التي حصل عليها البنك من جهات عراقية. وعزى البنك هذا النمو إلى تركيز الحكومة على الاهتمام بالقطاعات التنموية غير النفطية لزيادة الناتج المحلي والخروج من الاقتصاد الريعي، في حين أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهندوي أن حزمة الإصلاحات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ستسهم في نمو البلاد خلال الخطة الخمسية 2013-2017. كشف تقرير دولي لصندوق تنمية العراق عن تأخر إنجاز عدد من المشاريع في وزارتي الزراعة والموارد المائية، وذلك بسبب التباطؤ في العمل، فيما أكدت لجنة الخبراء الماليين العراقيين هذه الملاحظات، وأضافت بأن التقرير أظهر تلكؤ في بعض المشاريع وهي ثمانية بقيمة 150 مليار دينار. وقالت اللجنة بأن الوزارة أرسلت إنذارا للشركات العاملة في المشاريع والتي تم إنجاز 15% منها فقط، وعلى الرغم من وجوب تسليمها منتصف العام 2014. صرح الرئيس التنفيذي لشركة الرباط الكهربائية في مجلس التعاون الخليجي أحمد علي الإبراهيم عن عزم الاتحاد إطلاق أول سوق لتجارة الطاقة بين دولي المجلس، وهذا خلال العام الجاري. وأوضح الإبراهيم أن السوق الجديدة تهدف إلى دعم في تبادل الطاقة بشكل أسهل وأوسع، مما يعود بالفائدة على دول المجلس. وأوضح أن الهيئة تعتزم بدء المرحلة الأولى في مشروعها بنحو 800 ميجاوات ومضاعفتها بعد ذلك لأكثر من هذا. توقع وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل للنفط أن تخفض الحكومة الروسية إنتاجها من العام الحالي بسبب هبوط أسعار النفط. وأضاف كبيروف أنه من المتوقع أن يصل تخفيض الإنتاج إلى 3% في حال قررت الحكومة الروسية زيادة الضرائب، وذلك بفعل تقليص الشركات عمليات التنقيب لمواجهة انخفاض أسعار النفط. وذكر كبيروف أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط في الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 50 دولارا للبرميل. وفي خبرنا الأخير، افتتحت فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري وسط نداءات لمزيد من التعاون بين دول العالم بسبب انعدام المساواة والأزمات المتفاوتة في كل من الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط. مزيد من التفاصيل في تقريرنا التالي. في وقت يشهد فيه العالم مزيدا من الانقسامات في مواجهة الأزمات العالمية الاقتصادية منها والسياسية، كالصراعات في الشرق الأوسط وأزمة اللاجئين، إضافة إلى التغيرات المناخية، عقدت اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس في منتجع دافوس السويسري. يشارك في الدورة الحالية للمؤتمر أكثر من 2500 مشارك من 100 دولة، بينهم ما يقرب 1500 رجل أعمال وبحضور أكثر من 40 رئيس دولة. نحن هنا من سياسيين واقتصاديين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني لبناء جسور التعاون في هذا العالم، وإنني أأمل أن تدار القرية الاقتصادية العالمية بشكل جيد في ظل ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية وسياسية واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وإنني أعول على القادة الشباب المتواجدين معنا.
النفحة السياسية كانت مسيطرة على المؤتمر على خلفية الأزمات في الشرق الأوسط، وخاصة بين المملكة العربية السعودية وإيران، إضافة إلى الخلافات التي عصفت بالاتحاد الأوروبي على خلفية أزمة اللاجئين والتي لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، والتكلفة المالية التي يتحملها الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا. تطرق دافوس إلى الثورة الصناعية الرابعة والنمو العالمي ومستقبل الوظائف في ظل تزايد الأتمتة. ويعقد هذا المؤتمر في ظل ظروف اقتصادية ليست بالمثالية، فهبوط اليوان وتأثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتراجع أسعار النفط ومشكلة التضخم، بالإضافة إلى جنون الحرب التي تعصف بالشرق الأوسط، جميعها ملفات تشغل بال الاقتصاديين ورجال السياسة. فهل سيخرج دافوس بمخرجات تعطي أملا بتعافي الأسواق؟